حبيبي تعالى للفنان الرومانسي فضل شاكر، حنسمعها دلوقتي بصوت شهد برمدا من سوريا. لحظة، سألوني ليش جيت لهون؟ ليش؟ قولوا فر مرة، واحد اثنين. برافو. جيت لكم لأنه هي أصغر المشتركين ومن أجمل الأصوات اللي عم تأديها عم تأدي بشكل مخيف جدا، ولأن عينتها سفيرة كمان جاي. أهلا وسهلا فيكي. أو بدي أقول شغلة، بدي أقول للعالم أجمع إنه الأوطان لا تقاس بمساحاتها بل بعظمائها. لو كان صغير البلد. برافو عليك كمان، بوسك مرة. Good luck.
شهد لازم نهنيها صح؟ والله شهد حاولنا ننوع لك، حاولنا نطيحك بمطب، نشوفك يمكن تغلطين، يمكن تطلعين مش حلوة، ما تغنين برا، تنشزين، no way. خلاص انت رائعة، دائما تكونين مميزة عن الباقي، وهذا شيء مهم. رقم صغر سنك، يعني 17 سنة، لو يعني بعد 10 سنوات كيف حتكوني؟ أتمنى الله يعطينا العمر ونشوفك بعد هالسنين كيف حتكوني نجمة إن شاء الله في سماء الأغنية العربية. موفقة. مع حلقة اليوم، مع حلقة اليوم نتأكد إنه أنت المتبارية الوحيدة اللي بعد ما قطمت ولا مرة، ما غلطت ولا مرة. أنت اليوم ودائما متلألئة، أنت وصوتك. شو بعد بدي أقول لك؟ You are perfect. عظيمة. شهد، أبشع شيء إنه الإنسان يكون غبي. ما قفيت. وأحلى شيء إنه يكون ذكي. فأنت اليوم كنت ذكية باختيار الأغنية. أنا بهنيك، برافو عليك. شو بدي أقول لك شهد، جد صوتك كتير كتير حلو. أنا كملحن بعد أكيد إنه أنت الصوت اللي بفتش عليك الملحن. أنا أكيد أستاذ الياس، أستاذ زياد، حركتيهم كتير اليوم وكلكم أي أوكي. فعلا بتحرك الواحد وبترفعي إنه يعمل غنية. بقى بتمنى لك التوفيق. شكرا. شهد، أول مرة في 3 سنين عضو من أعضاء اللجنة يقوم، ورئيس اللجنة كمان اللي يقوم ويسلم على أي واحد من المشركين على المسرح، وبقيت اللجنة برضو مدحت فيكي. قد إيه ده هيديكي انفعال إنك تعملي أحسن وأحسن الأسابيع الجاية إن شاء الله لو فضلتي معنا؟ بس بدي أقول شيء أيمن إذا بتسمح لي، إنه أنا حب أعيد كل اللي عم يحضرونا هلا، كل الوطن العربي وخاصة الشعب العربي السوري والشعب اللبناني الأشقاء، إن شاء الله دايما نبقى هيك. شكرا. أنا عن جد بهالشي اللي هلأ صار حسيت إنه المسؤولية زادت كتير، وأنا لي الشرف مو بس إنه أستاذ الياس إنه يجي بيقدره يعني لهون ويسلم علي، اللي الشرف انه كل عضو من اعضاء اللجنة والاستاذ مروان خوري يقولوا لي بس كلمة انه برافو. هاي بالنسبة لي كتير كتير كبيرة، وان شاء الله اقدر اكون عند حسن ظنكم، عند حسن ظن كل الناس اللي حبوني. عايزين سقفة تانية للاستاذ الياس. شكرا انك وقفت وجيت طيب